إعلان عن جائزة المجلس للغة العربية. يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم جائزة المجلس للغة العربية لسنة 2022 التي تهدف إلى تشجيع الباحثين من داخل الوطن وتثمين منجزاتهم العلمية والمعرفية والإبداعية ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية والإسهام في نشرها وترقيتها سواءً أكانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية أم مترجمة إليها. شروط والملف ومعلومات اخرى في